ولا واحد الكايي بوغ يعني واحد باش ناخذو لي نوت الوغ أه, كنتفرج فديك في لا فيديو وكنكتب دوك لي نوت اولا دوك لي ديتاي لي كيدوزو يدوزو فديك لا فيديو اولا لي كيهضر عليهم مول لا فيديو بيان سور دونك فهاد في لا فيديو غادي نشوفو لا باز ديال لو مانجمنت يعني أه, قبل ما نمشيو لونتربريز قبل ما نمشيو لونفيرونمون ديالها قبل ما نمشيو لي ستغكتور ديالها خصنا ندرسو لو مانجمنت

dial l'entreprise et sa classification c'est-à-dire غادي نشوفو شنو هي ou وشنو la classification des entreprises يعني تصنيف ديال المقاولات اولا ديال الشركات من بعد غادي le المحيط ديالها c'est-à-dire l'environnement de l'entreprise ou les types dialo et après غادي نشوفو l'organisation de l'entreprise c'est-à-dire les fonctions essentielles les kaykouno une entreprise les وظائف li et finalement غادي نشوفو l'organisation de l'entreprise où en a Canada dans les structures bien sûr ça so fait donc faire de la vidéo à des choses tout d'abord l'organisation et le management qui ma qu'est-ce à l'organisation il y a mon dama ou l'attendri le management ou on peut dire on peut dire dans le sens général c'est l'administration ou le gestion ou le service et c'est ça qu'on va voir dans la vidéo bien sûr donc tout d'abord le terme management et organisation sont deux notions étroitement associées, soit en pratique, soit en théorie. C'est-à-dire que l'adhérence et le tendeur sont des métaphores qui sont très importantes. C'est pourquoi nous avons vu que 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 nous avons او لا ما يمكنش على الاداره بلا ما نهضروا على شي منظمه نعطيكم مثال بالنسبه لواحد المنظمه مثلا واحد لاد يعني واحد الاداره مثلا واحد جماعه محليه او لا مثلا واحد الشركه او لا واحد الاسره او لا واحد حزب سياسي او لا واحد جمعيه هادو سوسون دي اورغانيزاسيون هادو منظمات الى اخره هاد المنظمات هادو ما غاديينش غير هكاك يعني بعشوائيه و كل واحد شي كيشرف شي كغرب. وانما غاديين وفقا لواحد المنهجيه او لا واحد لو يعني غاديين بواحد الطريقه بواحد الاداره كيتسيروا وهما غاديين يعني كيديروا لاكتيفيتي ديالهم او الانشطه ديالهم صافي العكس اذا كان نهضرو على لو يعني على الاداره واش يمكن نديروا الاداره ديال شي حاجه يعني في الخيال بيان سور كو نو يعني كنديروا الاداره ديال واحد المنظمه ديال واحد لافير ديال واحد الجمعيه ديال واحد انتربريز ديال واحد الاسره ديال واحد الحزب السياسي الى اخره ما يمكنش نقولوا كنديروا الاداره ديال ديال شي حاجه ما عارفين شنو اوتوماتيكمون الاداره مرتبطه بالمنظمه او التنظيم والتنظيم او المنظمه مرتبطين بالاداره بيان سيغ صافي غادي نكملوا دو لا كاليتي دو ماناجمنت فون لو دوغري de la réalisation des objectifs de l'organisation et sa performance c'est-à-dire فاش كنهضروا على الاداره الجوده ديال هذه الاداره هذه كتعلق باش كتعلق بدرجه تحقيق الاهداف ديال واحد المنظمه والنجاح ديالها فاش كنقولوا انه هذه الاسره هذه عندها اداره زوينه اولا ماشي اداره اولا ما عندهاش واحد الاداره زوينه هاد الشركة عندها واحد الإدارة زوينة ولا ما عندهاش واحد الإدارة زوينة كيفاش كنقيسو هاد الشيء هذا كيفاش كنعطيو هاد الحكم هاد الحكم على الجودة ديال الإدارة كنعطيوه أتخافاغ آه الدرجة درجة البلوغ أو درجة تحقيق الأهداف ديال ديك المنظمة بطبيعة الحال كل ما كانت كتحقق الأهداف ديالها كل ما أن عندها إدارة زوينة والعكس صحيح بطبيعة الحال donc tu as pas regardé la définition d'organisation donc le mot organisation comme est marqué sur vous est ok les montamos est ok est entendu ou est-il regardé je vous d'abord donc est ambivalent, c'est-à-dire on peut marquer elle désigne tout à la fois une entité créée pour conduire une action collective l'organisation qui est une entité un montamos ou le ou l'ouïe là il est enjeu est que جماعي أو باش أنها تتبع بعض الأهداف أو باش أنها تدير شي حاجة واحد النشاط صافي باغ إكزومبل واحد شركة واحد المقاولة أو لا واحد الجمعية يعني أبوت نو لكراتيف يعني جمعية عندها ما عندهاش أهداف مادية ان اوبيتال واحد المستشفى الى اخره هادو سو دي زونتيتي هادو بحال هما منظمات يعني فاش كنهضروا على لورغانيزاسيون كمنظمه كان بها واحد لانتيتي اللي تكريات اللي تنشات اه لاهداف معينه او لا باش دير واحد الانشطه الانشطه او لا لاكتيفيتي يعني اللي تمارسها في الوجود ديالها بيان سور صافي هذا اه هذا هو المعنى ديال لورغانيزاسيون من واحد الناحيه من واحد الناحيه اخرى هي لا فاسون سولون لاكال سيتونتيتي اي اجونسي سيتادير هي الطريقه باش هاد المنظمه هادي بحال واحد الشركه واحد لاسوسياسيون واحد جمعيه واحد السبيطار مثلا مستشفى هي الطريقه باش هادو كاملين منظمين اوكي يعني لورغانيزاسيون كتعني منظمه وفي نفس الوقت كتعني طريقه باش ديك المنظمه منظمه سي <applause> سا <applause> مثلاً مثلا فاش كنهضروا على التنظيم هنا كنهضروا على لا ديفينيسيون اي لا ريبارتيسيون

ما بين مختلف الفاعلين اللي كيساهموا في هذه السيروره ديال هذه المنظمه هذه مثلا شركة فيها مدير فيها خدامه فيها ديسكوريتي فيها لي فام دو ميناج فيها بزاف ديال 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 لي زاكتور فيها لي ماشين ان سي دو سويت ملي كنهضروا على منظمه يعني او لا or كان كنهضروا على هادشي كامل في دقه واحده فاش كنهضروا على واحد كان كنهضروا على لا ريبارتيسيون دي تاش سي كل واحد ولا طاش اللي غادي يدير وسط هاد المنظمه هادي كل واحد والمهمة ديالو او المنظمة هذه بيان صافي؟ وبالتالي كنهضرو على واحد البروسيسوس او واحد السيرورة اللي كتنتج لينا او اللي كتخلينا نهضرو على التنظيم وعلى المنظمة في نفس الوقت. مزيان. دونك هذا بالنسبة للتنظيم. بالنسبة للماناجمنت. مانجمنت، ديفينيسيون دو دي مانجمنت. ألوغ.

او لا لاجيسيون التدبير او لا تسيير يعني لو ماناجمنت قريب لهاد لاتيرم هادو وهو سي لو ماناجمنت هو سي تان اونسومبل دو تكنيك هو مجموعه من التقنيات فيزون ا اوبتيميزي لوزاج دي ريسورس دون اورغانيزاسيون اللي هو كي بحال قلتي مجموعه من التقنيات اللي الهدف ديالهم ديال هاد التقنيات تحسين ديال الاستعمال ديال الموارد ديال واحد لورغانيزاسيون مثلا واحد لونتربريز عندها في لي ريسورس فينونسيير ديالها في الموارد الماليه ديالها عندها مثلا مليار درهم

من الاستغلال ديال هاد الموارد كاملين اللي قلت الموارد البشرية الموارد المالية الموارد التقنية ان دو سويت صافي أه نقدروا نقول واحد لونتخوبخيز أه يعني كشركة او لا نهضروا على واحد لادمينستراسيون بحال جماعة محلية بحال واحد المقاطعة بحال واحد مجلس جهوي ان دو سويت يعني مؤسسة عمومية مثلا او لا واحد لاسوسياسيون كجمعية مثلا او لا كاسره تقريبا يعني نقدروا نطبقوا له حتى في الاسر

ou la manière ou la tariqa de conduire une organisation c'est-à-dire tariqa باش نقدروا نسوقوا واحد المنظمه طريقه الحيت هي واحد الاجراء او لا واحد مجموعه من الاجراءات او لا هي فن او لا هي طريقه اللي كنديروا بها ديال القياده ديال واحد لوغانيزاسيون القياده ديال واحد المنظمه بطبيعه الحال اوسي دو لا ديريجي سير ديالها او التوجيه ديالها بطبيعه الحال دوزي من هنا دوزي من هنا انسي دو سويت دو بلانيفيي سون ديفلوبمون وكنخططوا للتنميه ديالها من بعد سيتدي في المستقبل اي دو لا كونترولي او كنراقبوها يعني نقدروا نقولوا ان لو مانجمنت او الاداره بشكل عام هي مجموعه من الاجراءات هي فن هي uh, هي طريقه من اجل قياده واحد المنظمه والتوجيه ديالها

و نعرفوا لي <applause> فونكسيون اللي كاينين وسط ديك لونتربريز، يعني قبل ما نمارسوا عليها واحد المانجمنت، واحد الإدارة خصنا نعرفوا بعض الوظائف اللي كاينين وسط ديك لونتربريز، مثلا وظيفة الموارد البشرية، وظيفة المالية والمحاسبة مثلا، وظيفة التسويق، اسد دو سويت، صافي؟ دابا لامبورطونس دو مانجمنت إي دوركانيزاسيون، لاش صالحة المانجمنت، لاش صالحة الإدارة، ولاش صالحة

يعني من ناحيه ديال فيزيكمون كل واحد مستقل يعني شخصيا وذاتيا وكذا ولكن من ناحيه ديال الاهداف هما ما مستقلينش يعني كيخدموا لاهداف مشتركه صافي يعني مثلا في فاكولتي بزاف كاين بزاف ديال لي بروفيسور هادو كاملين الهدف ديالهم مثلا انهم يقريو صافي ان لي زيتوديون يشدوا لي ديبلوم ديالهم ان دو سويت دونك الهدف ديالهم كاملين انهم يقريو هادو عندهم اهداف مشتركه ولكن كل واحد عاوتاني وشخصيته كل واحد والاستقلاليه ديالو بطبيعه الحال صافي يعني لورغانيزاسيون الهدف ديالها هي ان بحال هو التنظيم ديال مجموعه من الاشخاص باش نوصلوا لاهداف مشتركه يعني ديال واحد المنظمه او لواحد المؤسسه او لواحد المقاوله بطبيعه الحال والاداره هي سيتان اورغاموتور هي المحرك الاساسي لهذا الشيء كامل يعني الاداره ديال هاد الناس هادو صافي كيفاش غادي تسير ديال هاد الناس اوكي عاد باش نقدروا ننظموهم عاد باش نوصلوا لي دي زوبجيكتيف كومان او لا دي بوت كومان بيان سيغ دوزيامون بالنسبه للمانجمنت هو لو ماناجمنت اي انسي على فوا لا كوز دي اي دي سوكسي دو الاداره هي uh, هي في نفس الوقت uh, اسباب الفشل او النجاح ديال واحد لافيرم او واحد انتربريز او واحد المؤسسه يعني الاداره هي السبب ديال النجاح ديالك مثلا كشخص او لا ديال السبب ديال الفشل ديالك الا كانت الاداره ديالك مزيانه uh, غادي تنجح في حياتك الا كانت الاداره ديالك خايبه

Ou quelque euh, dommage, <laughs> ou bien désolé, je Donc la Banque of America affirme que euh, tout compte fait euh, plus, que, يعني, plus de 90% des faillites. Et euh, la Banque américaine a bien qu'elle a dit qu'elle a a cest à -dire, يعne,

بالنسبه للسون اوريجين ايتيمولوجيك اه هنا غادي نهضروا على لوريجين يعني ديال المصطلح دو ماناجمنت وبالنسبه للاستوار ديالو غادي نعطيها اون ايه فيديو خاصه بها حيت فيها بزاف ما يتقال غادي نخصص لها واحد لا فيديو بوحدها صافي الاستوار ديالها كيفاش بانت الماناجمنت وكيفاش ولات من بعد دونك بالنسبه لوريجين ديالها ايتيمولوجيك سيتادير من ناحيه ديال المصطلح لو تيرم ديال المانجمنت هو جا من واحد لومو qui est les ménagement » qui jusqu'à jusqu'au XVIIIe siècle signifiait avoir la responsabilité de quelque chose dont on n'est pas propriétaire c'est à dire non كان هذا المصطلح ديال ميناجمون كيعني تحمل المسؤوليه ديال واحد الحاجه اللي ماشي ديالنا يعني غير كنسيروها حنا وهي ماشي ديالنا اصلا سيتادير ان شي واحد كلفنا باش نسيروها ليه صافي هذا الشيء في 18 سيكل يعني في القرن 18 ومن هذا المصطلح فاش جات ل... جا لو ماناجمنت يعني المصطلح ديال الاداره بطبيعه الحال لو تيغ مودرن ماناجمنت اكتويلمون ديفيني دون لا لانغ فرونسيز كوم كوندويت ديريكسيون دو انتربريز يعني

يعني ديريجي سيتادير بحالتي اه وجه وري طريقه شي حد او شي اورغانيزاسيون جيري الاداره اورغانيزي تنظيم، بطبيعه الحال لي زونتر مودرن لي بلو كورامون اوتيليزي سون يعني اه بالنسبه للمصطلحات الاخرى اللي كتستعمل دابا يعني في لو دومين اونتربرونوريال اولا في لو دومين ديال 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 لي زونتربريز في العالم ديال المقاولات والاعمال هما جيري لي جايه من جيستيون Ou administrer les administration, يعني, euh, من, euh, administration ». Vous savez, gérer, c'est gérer, c'est gestion, ou administrer, c'est gérer l'administration. gérer ou gestion, le verbe latin, which gérer, qui signifie conduire et diriger et même gouverner. Gérer, conduire, c'est conduire, c'est conduire, c'est c'est-à-dire c'est c'est اوكي هني غوفرني يعني كنهضروا على لا غوفيرنونس او الحكامه يعني ديال واحد الحاجه بطبيعه الحال بالنسبه لادمينستري <الـوب> <breakthrough> او لادمينستراسيون هما جايين من واحد لو فيرب لاتين عاوتاني سميتو ادمينسترار كون بو ديفينير كوم جيغي عاوتاني حتى هو كيعني تقريبا نفس المصطلح اللي هو الاداره ديال واحد الشيء او الاداره بحال uh, قلتي كنسير واحد الحاجه اللي uh, حنا كنتكلم بحال اننا نسيرو واحد حاجة اللي ماشي ديالنا كيكلفنا شي واحد نسير واحد الحاجة اللي ماشي ديالنا أه وكان راعي زانت اغاد ديالو بطبيعه الحال يعني خصنا نسيروها بواحد الطريقه اللي يستفيد منها هو صافي أه اوكي بين جيري سون تري بروش يعني هاد كاملين هما قراب يعني وتقريبا نفس الشيء سي تلا فيو الترتيب هم أه اخذ دو Il y a un ça fait, conduire le ok, euh, attend, finir de la flèche, gouverner, euh, c'est-à-dire, gouverner, c'est-à-dire le hakama, euh, les définitions les plus classiques de management se rapportent toujours à des activités ou à des en Syrie que doit continuellement assurer le manager, c'est-à-dire planifier, organiser, diriger et contrôler. Au niveau classique, il y a les édards à c'est les il y a les gradients planifier, traiter, c'est-à-dire tenir, diriger, diriger, contrôler, la muraqba, de toute façon

كوغدوني التنسيق ما بين مختلف الفاعلين وسط واحد لورغنيزيسيون، اي كونطخولي سيتادير المراقبة بطبيعة الحال، يعني هاد فايول هذا في القرن العشرين كيربط له مانجمنت بهاد الوظائف هادو اللي كيقول عليهم أنهم كاينين في واحد فونكسيون ادمنستراتيف يعني وظيفة إدارية بطبيعة الحال، اللي التوقع، لورغنيزيسيون، التنظيم، التحكم، اي التنسيق، اي فينالمون، المراقبة، صافي. Au l'ouvrage de Berl euh, paru en 1932 OK. Dans ses lettres de noblesse au management, en mettant en avant le rôle du dirigeant, donc euh, ou du manager, qui assure les fonctions précédemment décrites et qui n'est pas propriétaire de la firme qu'il dirige. Donc ici, dans l'ouvrage de Berl Emen, alors, arbitre le management, il n'est pas le directeur, le rôle ديال لو ديريجون شنو هو لو ديريجون سي سولوي كي ديريج يعني واحد السيد اللي كيسير اللي كيوجه اللي كيقود كي اولا اللي كيسوق واحد لورغانيزاسيون واحد الشركه الى اخره دونك ربطوا لو ماناجمنت بالادوار ديال ديال هاد المسيرين هادو آه, بطبيعه الحال اللي كيامن اللي كياسيغ يعني كيامن الوظائف اللي ديجا هضر عليهم فايول يعني هاد الوظائف هادو كاملين كي كيامن اولا كيغارونتي

alors que la fonction management est probablement aussi vieille que l'humanité, le management tel que nous l'entendons est une discipline récente. À l'instar des avancées de l'organisation scientifique de travail selon euh, Frédéric Taylor, la conduite des individus au travail fut l'objet d'études et de théories. يعني باش نقولوا ان لو هي واحد واحد العلم قلنا تو ان لا فونكسيون ولا الوظيفه ديال ديال الاداره هي عندها نفس الاقدميه ديال البشريه سيتادير منذ الانسان البدائي والاداره كاينه بطبيعه الحال وحتى في الوقت ديال فرعون كاينه الاداره الى اخره صافي ولكن هذه الاداره هذه ولينا كنسمعوها غير مؤخرا صافي خصوصا مع آه، مع واحد لا تايوري ديال التنظيم العلمي للعمل ديال تايلور اللي في 1905 جو بونس الهاجيه هذه صافي يعني ولينا كنسمعوا له ولا الاداره غير مؤخرا وهي في الاول مرتبطه باش مرتبطه بلورغانيزاسيون سونتيفيك دو ترافاي ومازال غادي نشوفوا هاد لا تايوري بلي ديتاي بيان سور يعني بما اننا كنهضروا على واحد التنظيم العلمي للعمل سي شنو سي تادير انا باش ننظم واحد الخدمه وسط وسط واحد الشركه او باش نسير واحد الشركه كنحتاجوا لدازاتود الدراسات ونظريات ومن بعد كنحولوهم لواحد العلم اللي كل واحد كيطبقو وسط ديك لونتربريز وهكا كتكون لو ماناجمنت كوم اون سيونس يعني كتكون علم بطبيعه الحال حيتاش آه بحال قلتي ان آه يعني لي زوفغيي كتسيروا سولون بحالتي ديكريتير او بيان ديكاركتر ساينتيفيك هنا سولون تايلور بيان سيغ صافي يعني نقدروا نقولوا انها سولون تايلور او لا انطلاقا من النظريه ديال تايلور اللي كتسمى لو اي ستيل اريغونيزاسيون ساينتيف دو طرابي او التنظيم العلمي للعمل اللي كتعني ان كل شخص خصو يدير واحد لاطاش لوجيكمون خصو قلتي اللي يتقنها ويبقى يغيبيتيها يعني يبقى يمارس الطاش وحده اوكي و يكون واحد التنظيم اللي علمي سي كل واحد يتخصص في شي حاجه ماشي تكون العشوائيه، الوغ هنا نقدروا نقولوا ان لو مانجمونت اون سيونس. اوغ كوم تو سو كيتوش ان لومان لو مانجمونت نو سيونس اكزاكت، ولكن أه بما انها كتقيس البشريه كتقيس الاحساس البشري او الشعور البشري، يعني مثلا واحد واحد السيد كيسيرك مثلا كيعاملك بطريقه يعني في شكل بواحد الطريقه كتعجبك اولا طريقه ما كتعجبكش اوتوماتيكمون راه كيقيسك يعني كذات اولا انت مثلا كتكون كنت في بلاصتو غادي نسير هاد لونتربريز هادي بهذه الطريقه هادي غادي نتعامل مع لي زوغيه بهذه الطريقه غادي نتعامل مع الخدامه بهذه الطريقه الوغ يعني الطريقه ديالك مختلفه على هذا على هذا على هذا دونك ماشي إنسيونس هي ماشي علم ماشي واحد علم اللي هو اكزاكتلي بحال الرياضيات مثلا واحد المعادله الصافيه اولا واحد المتطابقه الهامه دونك متفقين عليها كاملين كطبقها كيطبق هذا كيطبق هذا انس دو سويت لو ماناجمنت نو تقدر انت تسير الشركه ديالك بواحد الشكل وهذا يسير بواحد الشكل اخر وهذا يسير بواحد الشكل اخر سي يعني مثلا الا خدمتي في شي بلاصه وداك لو شيف ديالكم كيسيركم بواحد الطريقه ما عجباتكش تقدر تقول انني كنت كنت في بلاصه السيد هذا كنت غادي ندير هادي او لا هادي او لا هادي سي تادي كل واحد عنده الطريقه ديالو دونك من هنا نقدروا نقولوا ان لو ماناجمنت ماشي سيونس يعني ماشي واحد لا سيونس اللي هي اكزاكت دونك لو ماناجمنت اي يعني نقدروا نقولوا ان لو ماناجمنت واش نقدروا نقولوا ان لو ماناجمنت هي فن الوغ لا نوسيون دار المصطلح ديال الفن سوبوز او كاركتر سيانتيفيك يعني هو كيتعارض مع المعيار العلمي ديال واحد الحاجة كي كونتيفي بوركوا يعني داك المعيار العلمي هو كي كونتيفي كي كي كيدير تقييم صافي يعني اترافير آه دي شيفر اترافير يعني كيعطي كي كي كيهضر على الكميات كيهضر على الارقام صافي نورماليز <applause> يعني كيجعل كي ديك الحاجه عاديه كيجعلكم كي واحد اون لوجيك يعني بحال واحد المنطق اي فورماليزم <سؤال> من بعد كيردها كي بحال واحد لا فورمول يعني بحال واحد الصيغه تنطبق على كل شيء يعني هذا سي تان كاركتير اللي هو علمي هنا كنهضروا على السيونس وقال لك ان هاد لا نوسيون ديال لاغ ان الفن هو كيتعارض مع هاد الشيء هذا يعني الفن لاغ دو ديريجي اي تون كاليتي يعني الفن ديال التسيير هو سي كاليتي هو واحد الصفه ان سافوار فيغ هو واحد المعرفه واحد الكفاءه نون توتالمون كوديفيابل سيتادير ماشي اللي عندك هي اللي عند هذا هي اللي عند هذا تقدر تكون عندك واحد لاكاليتي انك تسير واحد الحاجه هذا عنده واحد الكاليتي وحدة اخرى هذا عنده واحد الكاليتي وحدة اخرى كل واحد ولا كاليتي ديالو بطبيعه الحال الوغ دونك شنو شنو نقدر نقولوا من هذا الشيء هذا اه على uh. اوسي يعني نزيد لكم واحد لافورماسيون لو فير ماناجي او بيان لو تيرم مانجمنت بروند تي لان سونس بلو فاست كو سامبلومون جيستيون ديريكسيون اورغانيزاسيون ملي كنهضروا على لو ماناجمنت هو uh. واحد المصطلح اللي شاسع صافي هو واسع اكثر من جيسيون او ديريكسيون او لورغانيزاسيون صافي ومازال غادي نشوفوا هاد الشيء هذا بلي دتايغ صافي بون دونك نقدروا نقولوا ان لو ماناجمنت اي ا فوا ار اي سيونس يعني لو ماناجمنت هو في نفس الوقت فن وفي نفس الوقت علم سي تادير كوا سي تادير ان لو ماناجمنت يعني الاداره ديال واحد الشركه مثلا هي كتحتاج دتايغي كتحتاج لنظريات ودراسات وكتحتاج ل... 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 بعض الاحيان كتحتاج الوسائل آه رياضياتيه كتحتاج ال... ل... يعني الارقام اوكي ولكن في نفس الوقت هي سي دي كاليتي يعني بحال هي ب... بعض الصفات اللي كتكون في واحد الانسان انه يسير انه مازال واحد حنيش واحد ما واحد صارم شي واحد ما صارمش آه سي دي سويت دونك يعني سي دي كاليتي هي كتعلق ب... بمجموعه من الصفات اللي كتكون عند الفرد صافي الوغ يعني نقدر نقولوا ان لو مانجمنت هي في نفس الوقت فن وفي نفس الوقت علم علاش لانها كتجمع ما بين ما هو شخصي صافي ما هو شخصي يعني انا نقدر نسير بهذه الطريقه واحد اخر يقدر يسير بهذه الطريقه ان دو سويت كل واحد الشخصيه ديالو وكتجمع ما بين ما هو علمي سيتاتير كاينين دي خصنا نحترمهم كاينين نظريات خص كل واحد كيطبقهم كي صافي وكاينين وسائل مثلا الرياضيات الرياضيات يا باردون في الاداره كنطبقوهم ان عن دو سويت Donc, merci pour votre attention. J'espère qu'on a la vidéo et dans la prochaine vidéo, on va le cours de management s Alors, si vous la vidéo, vous abonner à la chaîne pour autres vidéos. Et bon courage